ان شاء الله. صدقني هايبو تنشن، هايبر بيجمنتيشن. اوعك يا بغضب صاحبك ولا حاجه. ها السينيا، طب عنده دياريا ولا كونستيبيشن؟ الانيسون افتكروا كده، دياريا. بصوا بص المنظر ده، بص افتكرني بقى في الامتحان. بص خباك ان انا بطلع في الورق بيبر، بطلع مش مصدق. ممكن نشوف دياريا. اصل عارف المنظر ده ليه في دماغي؟ كان في مره استاذ كان بيعمل ايه؟ بيسال واد بيقول له هو الانيسون بيعمل دياريا ولا كونستيبيشن؟ ففي استاذ جنبه فعايز يغشش الواد، فراح عامل له ازاي؟ فالتالي ما فهمش. احمار. دياريا. خلي بالك يا مولانا. دياريا. طيب نيجي بقى الانيسون. انا لو هسألك سؤال بقى ذكاء، لو انا عملت سيرم كورتيزول، لو انا بعد كده هسأل اول ما اجي بدري واللي مش هيجي بدري هيخسر، انت الخسران. وانا بسأل احنا بنسترجع معلومات يا عبيد. يلا فالانيسون لو انا شكيت ولقيت الكورتيزول ليفل نورمال يبقى خلاص. ايه ده؟ دي ممتازه يا استاذ. لازم نعمل ستيميوليشن تيست. الستيميوليشن تيست هيبين ايه؟ هيبان ان انا بعمل بدل العيان مثلا اي سي تي اتش والكورتيزول برضه ما بيعلاش. صح كده ولا لا؟ طب لو انا شاكك في الانيسون، يا ترى ايه التحاليل اللي هي غير الهرمون خالص؟ زي السي بي سي والالكترولايت، قول لي كده هيبقى فيها ايه؟ كورتيزول واطي، يبقى الصوديوم واطي، بوتاسيوم عالي، سي بي سي فيها ايه؟ اهم حاجه الجينوفيليا. والعلاج ايه؟ ريبليسمنت وخلاص، مش هنخش الكلام تاني. طب عايزين كوزز اوف اكيوت ادرينال فيلير، مين يقول؟ كوزز، محدش بيتبرع من نفسه، لازم نشاور يعني. اكيوت ادرينال فيلير. يلا استاذ انا بقى بقالنا فتره ما ذاكرناش. وانت ممتازه يعني، معلش هعطلك عن المشروع. يلا يا سيدي. اديسون ودخل في ستريس. بصوا بقى، اديسون ودخل في ستريس او ايه؟ او حد بياخد ستيرويد وعمل له صدم وزدرول او ايه؟ في بقى اللي هي السبتسيميا بتاعت الايه؟ المينينجايتس. قلنا بتعمل اكيوت ادرينال فيلير وسموها ووتر هاوس فرادريخسون سندروم. لعنة الله عليك يا فرادريخسون. لعنة الله عليك. ايه فرادريخسون؟ هل لازم اقول الاسم ده؟ لا مش مهم طبعا، بس لازم اقول ان في اكيوت ادرينال فيلير بيحصل مع المينينجايتس. طب كويس قوي. الانيسون كرايز الادرينال فيلير الاكيوت. حاضر. الاكيوت ادرينال فيلير اخباره ايه؟ اخباره ايه؟ هيبقى العلاج بقى ادي علاج ايه؟ سلاين. احنا قلنا اس 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 صح؟ سلاين شوجر ستيرويد. انهي نوع من الكورتيزول؟ هيدروكورتيزون اللي هو بتاع الامرجنسي، مش كده برضو؟ وايه هو ده بتاع حد؟ ده جابه حد. عايز بتاع ديالا ولا ايه؟ عايز المين؟ ده مش خد تاني؟
لو في حد ما معهوش يقول لي عشان اجيب له، لو حد ما خدش، بس انا حاسس ان في ناس بياخدوا اثنينات وتلاتات. انت عارف الفكره ازاي؟ يعني زي ما اقول ايه، جمعيه، عارف الجمعيه؟ بتطلع حركات النص الكوبري. طيب بعد الاكيوت ادرينال فيلير عايز انا الايه بقى؟ الكوشن. عايزين كوزز اوف كوشن. يلا يا استاذ اللي وراكي ما تلاقيش، خايفه ليه؟ انا بس مجرد اشاور عليك، انت اعملي بعينيك كده خلاص ولا يهمك، وانا يعني وانا هتمحك فيك. ها ما تلاقيش خالص يا دكتوره، خالص ولا يهمك خالص. يلا يا ست، مين اللي هيقول؟ يلا قول انت اسباب الكوشنج ايه؟ ادينوما. طب الادينوما دي بتطلع منين؟ بيزو مايكرو ولا مايكرو؟ مايكرو يعني ما بتعملش سبيس اوكيوباينج ليجن، ما بتعملش انكريس تنشن. كويس، وايه كمان؟ ايه؟ كارسينوما او ادينوما ادرينال. اوعي تقولي بيتيتوري كارسينوما، لحسن دي فيري اكستريملي رير. ايه كمان؟ اكتوبك اي سي تي اتش بالذات من البرونكوجينيك كارسينوما. البرونكوجينيك كارسينوما، اكتب البروبليك دي، اكتب البروبليك دي، بتيجي كتير جدا. بص بتقول ايه؟ اولد ميل هيفي سموكرز. اولد ميل هيفي سموكر. الطلعه دي بتاعت ايه كده بالوايم يعني؟ دي طلعت في حاجه اسمها طلعات، علمها لي بقى. ويا دوبك هو بيتكلم تروح مشخص على طول، على طول زي كده لما اقول للعيال ايه؟ واحد عجوز عنده جنرالز لينفادينوبس كرونيك لينفوسيتيك لوكيميا، على طول ما تقراش، ما ليك بروبلم السلام، على طول كلمه واحده بتتفز. فانا هاجي اقول ايه بقى؟ اجي اقول ايه؟ اولد ميل هيفي سموكر وعنده كف ونقط، يعني راجل رمالي ان هو سي او بي دي والعمليه حلوه وتمام التمام وهو مدخن. ثم بص بقى، بدا تو ديفلوب، خلي بالك، هايبر تنشن، ديابيتس. قولوا لي هو الكورتيزون لما بيزيد بيعمل ايه في البوتاسيوم؟ يزوده ولا يقلله؟ ما الكورتيزون بيعمل ايه؟ بيقلل البوتاسيوم، صوديوم ريتنشن، بوتاسيوم اكسكريشن. وروح مديك كلمه هايبوكاليميا، وروح سايبك ويسيبك. المساله دي عباره عن ايه؟ ده كوشن، ده كوشن سندروم نتيجه اكتوبيك اي سي تي اتش. يبقى هنا دي برونكوجينيك كارسينوما، يبقى التشخيص هنا دوبل، دي برونكوجينيك كارسينوما عامله اكتوبيك اي سي تي اتش، وبالتالي ادت الى كوشن سندروم. ايه رايك تتوقع في الحاله دي ان هو يكتب ويت جين؟ لا اتوقع، لان في مالينجنس. لكن يوجوالي ما تلاقيش ويت جين. ليه؟ ده سرطان. يا هو السرطان بيعمل ويت جين؟ بيني وبينك يعني مش كده ولا ايه؟ خلي بالك في بروبلم ان شاء الله جايه في يوم ما ان شاء الله. طيب دلوقتي الكوشنج بقى، كان في كده تيست كده اسمه الكلينيكال بيكتشر. ها مين يقول لي الكلينيكال بيكتشر؟ حد كده من الجماعه اللي قول يا دكتور كلينيكال بيكتشر شكله ايه؟ الوش بقى اوصفه على بعض، مون فيس، بلود دي تشيكس، مداريه الاير لوبيول، شايفينه؟ ايه كمان؟ وشه لونه ايه؟ احمر في الاسره. وايه كمان؟ وعنده اكني، اكني ما فيهوش كمان
بس ما فيهوش الرؤوس السوداء اللي اسمها الكوميدونز. طب وبالنسبه للفات بقى الفات ديستريبيوشن قلنا فيه ايه؟ بافالو هام والترانك الاوبيزيتي، وقلت البني ادم يبقى تخين قوي بس الباتوك هولو باتوك. الكربوهيدرات فيها ايه؟ دايابيتس. تمام. البروتين بيبقى كاتابوليك شويه. البروتين طبعا المريض ده بيبقى هايبر تنسن ودايابيتك واوبيز، يعني كل دي حاجات مهمه جدا. طيب في تحليلات، كان في كده تيست كده اسمه ديكساميثازون سبريشن تيست. ايه فكره هذا التيست؟ مين يقول؟ اول حاجه انا العيان جاي عنده كورتيزون عالي، فانا مش عارف ده نورمال ولا هو اب نورمال، اروح مديله ايه؟ لو دوز ديكساميثازون. خلاص كده وخلاص. وارجع اري اسس لو لقيت الكورتيزول عند العيان قل يبقى هو نورمال، ما قلش يبقى هو اب نورمال. طب اب نورمال مين؟ ما اعرفش. هما الاب نورمال ثلاثه، لا ادينوما هنا البيتيوتري، لا ادينوما هنا في الادرينال، لا اكتوبيك ايزي. واحد من الثلاثه هشفت على مين؟ هاي دوز ديكساميثازون. لو حصل سبريشن للكورتيزول مين اللي ممكن يبقى سبريسد في الثلاثه؟ البيتيوتري، بس شرط لارج دوز. بقى سبريسد بيتيوتري مش سبريسد، يبقى مين؟ لا ادرينال، لا اكتوبيك ايزي دي اتش. لو ادرينال تيومر بيطلع كورتيزول بيسبريس الاي سي دي اتش بتاع البيتيوتري، لكن لو هو اكتوبيك اي سي دي اتش هذا الاي سي دي اتش فيري هاي، يعني الموضوع يعني بسيط. طيب بعد كده كان في تيرم انا قلته، مين يقول لي التيرم ده فين بسرعه في لحظه على طول؟ عايزين اجابه فوريه. هايبوكاليميك هايبرتنشن. انا عايز واحد بس ما بتكونش خباك لحسن ليش. الترم ده ترم جبار في الميديسن. هاي هو الواحد سؤال، هو الواحد بروبلم. هايبوكاليميك هايبرتنشن هما على راس القايمه كونز. الكونز بقى بيبقى فيه ايه كده؟ يعني حد يقول لنا حاجه عن الكونز؟ تقول يا عم الالدوستيرون عالي فيعمل ايه؟ يخلي ايوه صوديوم ريتنشن بوتاسيوم اكسكريشن، فيعمل شويه ايه؟ ببساطه كده هايبرتنشن مع هايبوكاليميا وخلاص. ده كده اللي انا عايزه منك. خلاص كده؟ طب حد يقول لي الرينين اخباره ايه؟ الرينين هيبقى واطي. خلي بالك يا دكتور ان الالدستيرون معروف حاجه عن الالدستيرون. ايه اللي معروف؟ ان الرينين هو اللي بيطلعه. فخلي بالك هنا الالدستيرون عالي من الادينوما، فهو هيسبرس الرينين. فيجي يقول لك في الكونز سندروم الصوديوم هاي، ايوه بوتاسيوم لو، ايوه الرينين لو، ايوه كل دي اجابات صحيحه. الهايبوكاليميا بتعمل ايه؟ الكالوزز. ليه؟ انظر اسيد بيز، انظر اسيد بيز. مش عايز اضايقك دلوقتي، حتى انتوا تلاحظوا المفروض انتوا السؤال ده تكونوا سالتوه امتى؟ سنه ثالثه. لما جم قالوا لنا احنا من سنه ثالثه بدانا نسمع هذا اللفظ هايبوكاليميك الكالوز، صح؟ دايما نقول ايه؟ هايبوكاليميك الكالوز. هايبوكاليميك هو في ايه؟ ما في حد؟ شوف كنت بتسال في ثالث؟ سالنا ونسيت. يعني انت لو كنت بتسال هنقولها لك يا باشا. يا سلام. الاسيد بيس بالانس اللي عارف بناخده امتى؟ اذا احيانا الله اخر يوم في العام الدراسي. ان هو متوقف على كل المدرسه. على كل المدرسه.
عشان كده لما بتشرح كلمه كيور بتلاقي نفسك برضو ايه مش عارف تجمع الموضوع في كده. لكن لما تشرح بعد كده تقول ايه ده كل المعلومات اللي جواه احنا درسنا هو ده الموضوع. نسيب على الله. طيب الكونز بقى هنعالجه بايه؟ يبقى الكونز يجيله تيتاني ولا لا؟ ما هو هايبوكالينيا عمل ايه؟ الكالوزيس والالكالوزيس هتعمل تيتاني هتعمل تيتاني. عشان كده ان بيت سايد تيست تو دياجنوز كونز الترسو سايد الترسو سايد العين يبقى عنده بوزيتيف ترسو كويس. بعد الكونز احنا امبارح باين خدنا ايه بقى؟ في كروموسايتوما. انا قلت على في كروموسايتوما هي التاكس عباره عن تريات. العين بيحصل له ايه يا استاذ؟ قولي كده بالوايه قولوا بالتقريب يعني. احنا في المرحله الاولى مطلوب مننا ايه؟ القراءه والاطلاع مع بعض الفهم. بعد كده بتلاقي نفسك انت بيحصل لك يعني ابجريدنج. ما تقلقش انت مش مطلوب منك الحفظ صمت والكلام ده وهتفاجئ بذلك في الامتحان. الموضوع مش ان انا حافظ قوي وفاكر بقى الصفحات هتشوف كده. اسال اللي قبلك تقول له انت بتجاوب كده نفسك بتجاوب منين؟ من عبد الله. والله العظيم يعني انا بقول لك ما تقلقش يعني ايه مش بقى انا قاعد بقى انا كل بقى سؤال اروح انا راقب الصفحه واجيبها في نافوخ اهلي. لا مش كده ما تقلقش خالص. بس بشرط ايه؟ انا اهم حاجه تبقى فاهم. لا يا عم اهم حاجه ربنا يكرمك. اهم حاجه رضا ربنا. واحنا بنقترب من البرانشات اللي هي قائمه على الفهم فعلا ان شاء الله النيورولوجي والجسم والكارديولوجي وستكتشف ان الثري برانشز دول هم اسهل ثري برانشز في الميديسن. كل البرانشات دي ارخم منهم. دول تقال يعني الحاجات دي تلاقي تقيله. الثاني تلاقي نفسك فاهم فبتلاقي بيها ماشي. يعني عارف النيورو ده؟ النيورو ده تلاقيه ايه؟ ميه. كده مفيش خالص. نيورو. خالص. بس انت يا عيني انت ما احنا عندنا العيال كده. ده انا عمري ما لا هتشوف. هشوف النور ده ايه ده؟ حاجة عاملة كده. حاجة تافهة تافهة بص تافهة تافهة؟ والله العظيم هتشوف كلهم داخلين من غيره. بقول لك يا دكتور مين اللي داخل من غيره؟ أنا فاتح. ليه إن شاء الله؟ أنا ما أعرفش حد دخل بيه. نيفر نيفر يا دكتور. أنت بتعرف ناس واخدين يا جوه. ما هو جاف. ده جه بروبلم ستروك. ناس ستروك فيها كلام ريسنت لازم يتقال يا دكتور. أنت فاهم قصدك. فأنا أقول لك بقى معلومة هتلاقي الثلاث برانشات دول هم البرانشات اللي هتلاقي حتى اللي إيه يعني ده هتلاقي الاندوكراين والليفر وبعض برانشات الهيماتولوجي ليهم كده إيه مجعلصين شوية لأن فيهم لا أنت عارف الهيماتولوجي ده إيه؟ الهيماتولوجي مذكرة برضه مش سهلة. ليه بقى؟ لأن الهيماتولوجي هو تلات أرباع الكلينيكال باثولوجي. لو انت مذاكر هيماتولوجي هتحل اسئله كلينيكال باثولوجي على طول تروح عاملها في صباعك الصغير. خليها قبل الامتحان هتشوف مع السؤال اللي اتحل خلاص خلص الموضوع. لكن كارديولوجي تشيست نيورو بتلاقي ما فهمش راغي بقى خالص. تلاقي كلام سهل جدا وتلاقي المذكره كده يعني فاضيه حلو كده ماشي كويس لانها حاجات فيها فهم وما فيهاش دش. تمشي انا بقى فيها انا وربنا محرمين الضربه في بطنك من النوم. ان شاء الله جميل. يلا استاذ باوت صعوب هيدك سويتنج وتاكي كارديا. يعني الراجل مره واحده عرق بالبيتيشن صداع مش كده؟ زي ما يكون ايه يا استاذ الموقف ده في السايكاتري زي ما يكون بانيك اتاك او انكزايتي. بس قلنا في كلمه دايما يقولوا ايه عن الانكزايتي في السايكاتري يقول لك ايه سينس اوف اب نورمال او سينس اوف فير انا خايف
with apprehension. الترقب من حاسس ان في حاجة هتحصل. يعني هو احساس بايه؟ الانكزايتي بالله طمأنينة. انا مش مطمئن. الكلام ده مش هيحصل. خلي بالك ده سؤال مهم جدا جدا جدا. ومرة احد الاسئلة الشهيرة قال لك كومبير. بص ده سؤال اهو. هتلاقوه في سايكاتري ان شاء الله. انا هديها لكم. كومبير بانيك اتاك اند ايه فيو كروموسايتوما. تخيل ده سؤال مش مصدق. هو الواد ده مرعوب كده ليه؟ هو الواد ده عنده حاجه كده نفسيه ولا عنده مرض عضوي؟ ايه المرض العضوي اللي يخلي الواحد مره واحده يحصل له المنظر ده؟ اوعى يكون فيه كروموسايتوما ولا انت بانيك. حط لي مقارنه. اكتب السؤال بانيك اند فيو كروموسايتوما كومبير. الإجابة انظر السايكاتري. صباح الفل. إن شاء الله يخيش بإذن الله. آه يخيش يعني روح جاي. يكون عارفين ومش مشكلة يخيش ما يخيش. أقول لسه. خش بقى على الفيو كروموسايتوما. كان أهم حاجة إن أنا أشوف فالينايل مانيديليك أسيد في اليورين أحسن بالسيروم. طب ايه العلاج بقى؟ يلا يا استاذ خليك فاضي كده. ايه العلاج؟ كل العلاج ولا يهمك من العيال دي مش في الحال. الله يلا ادي ايه بقى؟ الفا بلوكر ولا بيتا بلوكر؟ احنا بندي الاثنين بس يا ريت ادي الايه؟ البيتا الاول ولا الالفا الاول؟ بصي اللي تشوفيه. انا مش عايز يعني مش عايز ازعلك. انت شايف ايه استكولي؟ الفا الاول بقى كان بيتمكتوب الفا بلوكر عشان يعمل فازو دايلاتيشن. لان بص يا اولاد قاعده البيتا بلوكر جنرالي بتعمل فازو سبيس. بيتا بلوكر كده لان في انا عندي بيتا 2 ريسبتورز بتعمل فازو دايلاتيشن. فاي حد بياخد بيتا بلوكر بيبقى عنده تندنسي للفازو سبيس. حتى في ناس كده بياخد بيتا بلوكر يقول لك انا ايدي بقت بتتلج كده. ده فازو سبيس. يبقى هدي الفا بلوكر قبل البيتا تمام كده. تعالوا بقى النهارده نخش كده في باقي الغده بتاعتنا اللي هو كان موضوع كده فاضل هايبر اللي هو البيتيتري تيومرز. البيتيتري تيومرز هتلاقوا فيه جزء نيورولوجي وجزء اندوكراين. جزء النيورو ان دي ادينوما وهتعمل انكريز في الانتراكرينيال تنشن وهتعمل اوبتيك كيازما ليجن. هتعمل ليجن في الاوبتيك كيازما يعني هتعمل اللي هو البايتمبرال لين انوبيا والكلام ده. انما الشق الاندوكراين ده ليه؟ ده ليه يعمل الشق الاندوكراين؟ اه انتوا عايزين يا اولاد التكييف الريموت؟ شق الاندوكراين اللي هو في بيتيتري ادينوما اللي هم مين بقى؟ في واحده بتعمل اكروميجاني، واحده بتعمل هايبر برولاكتينيميا، وخدنا احنا واحده مايكرو ادينوما بتعمل كوشن. خلي بالك من المعلومه بيتيتري كارسينوما دي ما تطلعش من بقك فيري رير. دي حاجه مش كومن خالص. ورير ان البيتيتري ادينوما تطلع وتريليس تي اس اتش او جونادوتروف. عمرك ما هتلاقي فيه بيتيتري ادينوما بتطلع تي اس اتش خالص. فيجي يقول لك ايه بيتيتري ادينوما؟ يوجوالي بتسكريت جروس هرمون. اه بتعمل ساعات برولاكتين. ايوه بتطلع احيانا اي سي تي اتش. ايوه اكسبت تي اس اتش اكسبت اللي هو جونادوتروفين برضه ما بتطلعش من الادينوما. هي كده هو ربنا خلق الدنيا كده يعني زي اللي احنا شايفينه. دي معلومه. خش بقى على الهايبر برولاكتينيميا. ده سؤال ريتن. السؤال يجي لك بيجي عندكم كتير قوي كوزز اوف هايبر برولاكتينيميا. انا عايز كوزز بس انا افكرك بحته.
البرولاكتين بيطلع منين؟ من الاسيدوفيل. من الاسيدوفيل صح ولا لا؟ طب البرولاكتين ملوش برولاكتين ريليزنج فاكتور، ملوش ايه؟ برولاكتين ريليزنج فاكتور، لكن له برولاكتين انهيبيتنج فاكتور اللي هو مين؟ الدوبامين. الهايبوثالاموس بيطلع منه دوبامين، خلاص كده. الدوبامين ده ينزل على البيتيوتري جلاند يروح عامل سبريشن للبرولاكتين، يبقى كلنا مين وفي مين؟ البرولاكتين بتاعنا اندر تونيك انهيبيشن بايه؟ بالبرولاكتين انهيبيتنج فاكتور اللي هو مين؟ الدوبامين، خلاص كده. عن طيب حلو قوي، مفيش بقى برولاكتين ايه ريليزنج فاكتور. يبقى بالتالي طب في سؤال بقى، هو ليه ده في النساء ليه البرولاكتين لما عيلي خلى الست انفرتايل؟ بس كده لان هو بيعمل سبريشن على الجونادوتروفين، بيعمل سبريشن على الجونادوتروفين، فتلاقي بقى الدي اس اتش ما يطلعش، سوري الاف اس اتش ما يطلعش، ولا ال اتش ما يطلعش. وخلي بالكوا ال اتش ده كان في حاجه اسمها ال اتش سيرج، فاكرينها؟ ال اتش سيرج في الفيميل بتاعت الاوفيوليشن برولاكتين يمنعها. يبقى الست اللي عندها هايبر برولاكتينيميا عندها ايه؟ عن ايه؟ اوفيوليشن، ما عندهاش اوفيوليشن، مفيش تبويض زي. فبالتالي مجرد نديها العلاج تبص تلاقي الست ترجع تبقى ان شاء الله فيرتايل. طب ايه العلاج؟ اسف، ايه العلاقه بالدواء؟ انا لما ادي دوبامين انهيبيتوري او دوبامين انتاجونست، ايه الدوبامين انتاجونست المشهور قوي يا ولاد؟ عارفين مين؟ اللي هو الفينوسايزين. عارفين الفينوسايزين؟ الفينوسايزين. الفينوسايزين ده هو بيعمل دوبامين انهيبيشن، او هو دوبامين اجونست. فلما الدوبامين يبقى مش موجود برولاكتين يعلى، صح؟ وبالعكس انا لما ادي اللي هو الدوبامين انتاجونست اللي هو مين؟ اللي هو سوري اجونست اللي هو البارلوديل او اللي هو بروموكريبتين، ده هيبقى علاج لمين؟ يبقى انا لما ادي دواء انهيبيتوري على الدوبامين زي الفينوسايازين برولاكتين يعلى، ادي دواء دوبامين اجونست بالعكس ايه؟ البرولاكتين ايه؟ يوفر. تعال خد بقى الكوزز، هو ده السؤال اللي انت تروح مركز هنا بقى. الكوزز دول والله يا فندم في فيسيولوجيكال، بريجننسي، لاكتيشن، نيولي بور، ستريس. طيب غيره، هو عايز يسمع منك بيتيتري تيومر، هيقول لك انهي بيتيتري تيومر؟ خلي بالك بقى من الحته دي. بص بقى يا دكتور، في انتوا عارفين الكروموفوبسل، الكروموفوب، مش احنا قلنا في كروموفوب وكروموفيل؟ الكروموفوب نون فانكشنال، فيجي يقول لك ايه؟ يقول لك كروموفوب ادينوما، يعني انا عايزك في اول تيومر دي مكتوب دامج اوف هايبوثالاموس مش عارف ايه 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 كده اهو، هذه التيومر اكتب عاده كروموفوب. هتقول يا الله، طب الكروموفوب دي نون فانكشنال، هي عملت ايه؟ بص بقى يا دكتور، مش احنا قلنا في وصله ما بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند؟ الوصله دي كنا بناخدها زمان لو تفتكروا في الاناتومي، كانت اسمها البيتيوتري ستوك. البيتيوتري ستوك اللي هو الوصله ما بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري، فيجي البيتيوتري تيومر احيانا يروح ضاغط على الستوك ده، خلاص، فيخلي الدوبامين اللي جاي من الهايبوثالاموس مش عارف يروح البيتيوتري. خلي بالك من المعنى، يخلي الدوبامين اللي جاي من الهايبوثالاموس مش عارف يروح للبيتيوتري، يبقى نو دوبامين سبريشن، تروح البيتيوتري مطلعها ايه؟ برولاكتين. تاني يبقى انا لما اجي اقول لك ايه، الله، حتى مكتوب ايه؟ جرانيولوما. طب هي الجرانيولوما مالها ومال انها تطلع الدوبامين؟ لا، هو الفكره ان الكروموفوب ادينوما اللي هي نون فانكشن، او الجرانيولوما كلاهما سويلنج. كمان عشان الحته دي جت عندكم بروبلم، بس فين؟ في كتاب البروبلم بتاع طب الجهر راح ماسك فيها، قال لك قول لي بقى
ايه التيومر اللي بيطلع البرولاكتين ده. فروح هو عايز في الاجابة ايه؟ ورم بيضغط على البيتيتري ستوك يوم يخلي الدوبامين ما يوصلش بالهايبوثالاموس للبيتيتري جلاند. او الحاجة الثانية ايه بقى يا دكتور؟ ان هو يكون فعلا الورم سيكريتوري للدوبامين بتاع ده للبرولاكتين، وبالتالي هنسميها برولاكتينوما. يبقى ما هي البرولاكتينوما؟ ان الورم بيطلع برولاكتين فعلا، لكن في ورم تاني هو ما بيطلعش حاجة، هو ضاغط على البيتيتري ستوك فقط. ايه كمان يعلي ميتابوليك؟ اهم اتنين ميتابوليك اللي هو مين؟ الهايبوثايروديزم. خلي بالك بقى من الهايبوثايروديزم. الهايبوثايروديزم يعني عايز حد يقول لي ليه؟ انت بقى اللي تقولها. ايوه التي ار اتش. خلي بالك ما انا لما مش عندي تي ار اتش بيطلع تي اس اتش. هم قالوا ايه على التي ار اتش؟ قالوا ايه عليه زمان في الفيزيولوجي؟ اللي هو السايروتروبين ريليزنج هرمون. تي ار اتش بي ريليز الدوبامين. خلاص كده اهو. سوري بي ريليز البرولاكتين تي ار اتش. يبقى التي ار اتش يعني انا عندي هايبوثايروديزم، فالدي ار اتش هيعلى، فالدي ار اتش لما يعلى قوي يروح نازل على بيتيتري جلاند يروح عامل ريليز للبرولاكتين. حاجه غريبه. عشان كده الست اللي هي عندها ميكس ديما عندها هايبر برولاكتيميميا. فهم جم قالوا ايه؟ جم قالوا لنا زمان ان البرولاكتين ملوش ريليزنج فاكتور، بس الدي ار اتش بيريليز برولاكتين بس اندر باثولوجيكال كونديشنز. لازم يبقى فيري هاي ليفل عشان هو يغلط ويروح مطلع البرولاكتين. اما رينا الفيليا اكتب يعني مبدئيا بين قوسين ديكريز كليرانس، يعني زي ما تقول هو بينزل في اليورين فالبرولاكتين بيعلى شويه في الناس دي. طب ايه الادويه بقى اللي تعمل لي هايبر برولاكتينيميا؟ ها كل ما هو انتي دوبامينرجيك زي مين بقى؟ فينوزايازين. مكتوب هالوبريدول. فين هالوبريدول ولا فين؟ فين في ايه؟ في الكوريين. في الاطفال كويس صح في الكوريين. ليه بتبصوا ليه كده؟ ده فاكر ان في ميتوكلوبرومايد. ميتوكلوبرومايد الانتي اميتك. عارفين وسميل الميتوكلوبرومايد يا واد اللي هو الدومبريدون؟ عارفين الدومبريدون؟ الدومبريدون اللي هو الموديليا. ها اقول لكم قصه الموديليا بس انشور هنتكلم عليها بس في الجي اي. هو بيتكلم عن ايه عشان الموديليم؟ خلي بالك احسن في ايه؟ في تلاقي ستات كده ابيوزر للموديليم. الموديليم ده يعمل لها انفيرتيلتي، يحصل لها ايه؟ هايبر برولاكتين. ده نمبر 1. نمبر 2 طبعا يعرفوا بقى المعلومه دي ان الموديليم ثابت الايام دي، بس هو لم يثبت 100% انه اريزموجينيك، بيعمل اريزمو. وعشان كده بيقولوا دلوقتي في ريكومنديشن الناس اللي بياخدوا الموديليم لو بالضرورة ندي 1 تابلت بير داي ولا داعي ل 3 تابلت بير داي. خلاص كده؟ هو ده في ريكومنديشن دلوقتي لحد ما نشوف ايه حكاية الدواء ده. هو ايه ده؟ طيب اللي هو الموديليا. اللي هو اسمه دوم. مش عارفين الموديليا؟ دوم بريدون. ده موجود في البيت يعني. دوم. دوم بريدون. بريدون. دوم بريدون اسمه في السوق موديليا. او ليه اسم تاني مونتينورم. خلي بالك عشان في ناس اصلا ايه تلاقي ايه بيبقى عندهم غمامان نفس كده فيقعدوا ايه ياخدوا الادويه دي كده كتير. الميتاكلوبرومايد اللي هو البريبان ايضا بيبقى هايبر برولاكتينيميا الى اخره. واخيرا في بقى هتلاقي اللي هو الايه كلينيكال بيكشر. الفيميل عندها ايه؟ امينوريا. امينوريا جلاكتوريا.
يعني ايه جلاكتورية؟ يعني عندها ميلك برودكشن في الفيميل اللي هي شي از نوت بوست بارتم، يعني واحدة مش بوست بارتم يعني لا مش نورمال لاكتيتنج، يعني هي اساسا مش لسه والدة ولا والدة ولا عاملة ولا في بيبي ولا بتاع ولا صاحب، مفيش كلام ده خالص. امال ايه اللي حاصل؟ يبقى ده جلاكتورية. الميل امبوتنس اند لوس اوف ليبيدو، لا اكثر ولا اقل. وزي ما قلنا احنا لا نعرف وظيفه البرولاكتين في الميل، لكن في الفيميل اللاكتيشن. طب انا هعمل انفستيجيشن، خلي بالك عشان الحكايه دي فيري كومن بقى، انا مش عايز اقول يعني اشوفها كتير قوي حتى في يعني اي حد، يعني اي حد ممكن يحصل فيه كده يعني. تبص تلاقي ايه بقى يا دكتور؟ تلاقي البرولاكتين، اولا البرولاكتين عندك هتلاقيه مكتوب انه لازم يبقى اقل من 20 او 25 نانوغرام في الميل. طب لو هو في عدى 300، خباك من الكلام ده اهو، لو عدى 300 ادينوما، من 100 ل 200 في الرينج ده يعني اقل، دي حاجات فانكشنال تلاقيها تاخد موتيليوم، تلاقي الجدع ده عنده هايبوثايرويديزم، تلاقيه يوريميك، لا في حاجه فانكشنال. لكن لما يعدي 300 لازم تشك في ايه؟ بيتيوتري ادينوما. يبقى انا لابد اني اعمل رنين. بص طالما داخلين في بيتيوتري خلص واعمل رنين على طول، ام ار اي على السله الترس. طبعا السي تي بيجيب بس ما بيجيبش كويس، الرنين ميزته بيجيب المايكرو ادينوما. مايكرو ادينوما يعني اقل من 10 مللي، يعني اقل من 1 سم، يعني مثلا ممكن تبقى 2 مللي 3 مللي، روح جايبها لك. خلي بالك عشان الايرلي دايجنوزز برضه دايما مطلوب. طبعا لو قفشت حد هايبر برولاكتين العلاج؟ طبعا يعني نمبر 1 برضه يا ريت جنب كلمه التريتمنت اكتب تريتمنت اوف ذا كوز، يعني لو في سبب عالجه. بس اذا كان بالضروره يبقى انا هدي العلاج اللي هو مين؟ بروفوكريب اللي هو البارلوديل. البارلوديل ده بص بقى لعلمك يا دكتور، بص بيرجع البرولاكتين نورمال، بيرجع الاوفيوليشن، بيرجع الفيرتيليتي. لو الورم صغير مش ضخم قوي يكش، بس لو الورم كبير اوفن شايس هايبوفيزيك، يعني خلي بالك على طول. طبعا لا تبقى في حاجه كده هبقولها لكم، انا في الاكروميجالي بقت موضه طالعه اللي هي الجاما نايف. الجاما نايف ده نوع من الراديو ثيرابي اللي هو يعني محكم جدا ويقدر يعالج الكثير من الاورام اللي هي في المخ زي المنينجيوما وزي البيتيوتري ادينوما. بقت حاجه يعني بدل ما يفتحوا نافوخي يدوني جاما نايف ويريحوني، فاهم ازاي؟ ودي بقت موجوده موجوده في بلدنا خلاص وشغاله يعني الحمد لله، هبقول لكم عليها. البارلوديل عيبه مش لازم تعمل جرعته، حرام جرعه البارلوديل ايه يعني؟ مش هقدر اقول لك يعني حرام يعني، لان في عندنا في الكارديولوجي في دوزز مهمه. نعم ايه؟ والسيتي عشان المايكو ادينوما؟ السيتي عشان والله يا استاذ الجاما نايف احنا بنعملها حتى لو هي، بصي احنا في الحاله دي انا بتكلم على الاكروميجالي، في الحاله دي انا هجرب الاول الميديكال تريت. لو العيان خد ميديكال تريت وبيستجيب والسايز اوف ذا تيومر بيشرينك يبقى خلاص في الموضوع بقى مفيش، يبقى ايه انا هعمل جاما نايف. بس هو الجاما نايف عاده لو في لارج تيومر اتس بيتر تبقى هايبوفيزيك. جاما نايف دي هتشوفيها حاله خاصه، انا هجيب سيرتها في الاكروميجالي حالا هقول لك انا ايه الاوبشن بتاعتها. في بقى دلوقتي البارلوديل بيعيبه ايه؟ سايد افكتس بقى. يعني يقعد يقول لك بقى البروموكريبتين ده بيعمل نوزيا وفوميتنج ومقرف ولازم اخد علاج كتير ولمده طويله. ففي دواء نزل في السوق اسمه كابرجولين. كابرجولين ده لازم تبقى عارفه، لازم تبقى عارفه. اللي هو ايه ده؟ نيو دراج بديل البارلوديل. اعتقد جت سيرته في نسا. ايه ميزته؟ ان هو لونج اكتنج وفيو سايد افكتس. بس كده كفايه ان انت تعرف
مش لازم تعرف اسمه التجاري انا كاتبه لك، مش لازم تعرف جرعته، بس اعرف ان هو لونج اكتنج. يعني احنا في عندنا بنت الحقيقه، مش عايز اقول لك يعني في بنت برضو دلوقتي عندنا طالبه يعني وعندها ادينوما في البيتيوتري جلاند بس بسيطه الحمد لله، ويعني هي خدت كابريكولين كتير وهي مش بتروح، بس هي زي ما بتقول هما بتوع نيورو سيرجي بيقول ان الادينوما قريبه جدا عماله تقرب من الكيازما، فهم خايفين فعايزين يعملوا لها جاما نايف، عايزين يعملوا الجاما نايف. وفي اوبشن، وفي ناس ثانيه عايزه تعمل هايبوفيزيكتومي، يعني المواضيع. فاحنا بقى عندنا، هتلاقي انتوا دايما عندكم وعندنا، هتلاقي في اثنين متحدين مع بعض، هتلاقي دكتور عشان يبقى فاهم الطب، دكتور نيورو سيرجي ودكتور انفوزن، لازم هتلاقي في عندكم هذا التويتو اللي هما بيخشوا مع بعض في العمليات عشان يعملوا هايبوفيزيكتومي. هما دول انت تسال عندك مين هيقولك فلان وفلان. احنا في عندنا برضو اثنين هما ماشيين مع بعض في القصه دي كبار، وفي اثنين صغيرين طالعين وراهم، دول دايما ميكوس كده يخشوا مع بعض عشان تبقى عارف تمشي ازاي. بعد الهايبر برولاكتينيميا جايجانتيزم. جايجانتيزم هو مش سؤال، هو سؤال يجي كده زي ما تقول انتوا عارفين السؤال الرخم اللي قلنا عليه كوزز وستانت جروس، والناس تطلع بقى من امتحان ونعترض والحاجات اللي انتوا عارفينها. ما انت عندك يا دكتور 23 سؤال، عارفين كده ولا 30؟ عندكم 23 سؤال اي سي، مش عارف ليه الحقيقه 30 يعني 30 لا تقريبا 23 كانوا 30 مؤسسه كانوا 23 اي تي كانوا 30. فالمهم تلاقي واحد منهم بالشكل الرخم ده يجي يقول لك ايه طول ستيتشر، يعني واحد طويل قوي، قول لي ايه الديفرنشال دايجنوز او كوزز اوف ستانتد جروس. الجايجانتيزم عاده جروس هرمون اكسس بعد ايه كلوجر اوف ابيثيسس، خلاص كده اس بيفور كلوجر اوف ابيثيسس. يبقى انا عندي الجروس هرمون عمال يزيد وانا الابيثيسس عندي ايه مش قافله، او ما احصل لي ايه اطول 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 يبقى طويل ساعات. بس هي كومنلي هايبربليزيا، كومنلي هايبربليزيا، ولكن احيانا تبقى ادينوما. بس مين الاكتر؟ هايبربليزيا. طب العيان اخباره ايه؟ جاينت. ما معنى كلمه جاينت؟ يعني امتى احنا نقول ان الانسان ده طويل بشكل جاينت؟ فول ميلت سيكس، يعني هو اقصر واحد في العيانين دول 190، اكتر من 190. طب هو اطوال الناس ايه؟ ما احنا ناس قاعدين اهو، اطوال الميلز اللي موجودين 160 170 وفي 180، اللي معدي فينا 190 هتلاقيه معروف ملفت. فاكر الواد ده اهو يعني ايه؟ في واحد يقول لك عليه ايه كده، بص لك ايه انت عارف الواد فلان، يقول لك مين ده طويل، يقول لك ايه الواد الطويل ده، طالما عمل الواد الطويل ده فوق 190 على طول. وتلاقي الناس بتبقى عارفاه الولد اللي هو ما شاء الله كده حاجه حلوه كده امريكاني كده ده كاميوني مش كاميوني. الفينيل بقى بتبقى 140 140 متر ونص غالبا. طيب طبعا الواد ده بيبقى ايه بقى؟ بيبقى اكتب برضه جنب الهايت، اكتب السبان اكتر من الهايت، السبان عنده اكتر من الهايت. هو ليه بقى يا دكتور؟ لان الجروس هرمون، خلي بالك يا دكتور، الجروس هرمون ماله؟ بيخلي اللونج بون طويله. ما هو الجروس هرمون بص ايه؟ لينير جروس، يبقى يخلي النص التحتاني يطول، النص الفوقاني مش هطول، ما فيش هنا لونج بون، لكن الدراع ده لونج بون والدراع ده لونج بون، يبقى انا الاسبان اكتر من الهايت، الاسبان اكتر من الهايت. خلي بال حضرتك النقطه دي مهمه جدا،
زي ما قلنا الاسباب بقى هنقيسه ازاي عشان الناس اللي ما فيش مره اللي فاتت قلنا ايه باخد من الميدل فينجر ده هو للميد لاين ده واضرب في اتنين مش هقعد اقيس بقى للراجل كده يعني عشان بس يبقى ايه ما ينفعش اقيس لواحد يبقى عامل لي كده وانا قاعد اقيس له انا صح ما تجيش يعني حتى زي ما قلنا لا اللي عشان الاسبان ممكن يبقى اكتر منك هتقيس له ازاي طيب الجايجانتيزم بيبقى على فكره الولد طويل جدا قوي جدا بص الواد ايه بص ده واد عنده عارف كام سنه ده عنده 10 سنين 10 سنين 10 سنه الواد صغنطه خلي بالك في حاجه هقولك عليها انت لما تكبر ربنا هيكرمك وهتخلف ان شاء الله قوي وذكي وسكس فتلاقي نفسك ابنك ده حاجه جميله جدا بس تلاقي الولد صغنطه وجميله جدا بقى لما يكبر اول بقى ما ايه ما يبقى ادلت هتلاقي نفسك انت تروح مقارف يعني هتلاقي الولد كده يعني عارف ايه على طول يا بابا انا عايز شيبس يا بابا صغنطه حاضر يا كمين بعد شويه تلاقي الولد ايه بقى مره واحده كده تلاقيه بالغ تروح قايم من النوم صباح الخير تلاقي نفسك بص ايه امه تبقى فرحانه بيه اللي هو بقى راجل لو انت بتبقى قاعد في حمار في حمار المهم هنا اهو ماما شرب وزير فتلاقي بقى الست بقى طبعا الواد بقى عنده 12 سنه طوله مترين وشويه وعلى فكره بيبقى انتليجنت مش اي كلام في الاول بيبقى فايولنت بيبقى فري ماسكولار ايه ده الاب لازم على الابن خلاص عاد انا هروح لامي اقعد انت في عمك وانا اروح اقعد عند امي انا مش عارف اقعد معاها وفعلا انا شفت والله شفت المنظر الاب قاعد على الارض عمال يعيط وعمال يقول للدكتور ده بقى دكتور شوف لي حل في الواد ده انا مش هروح البيت النهارده مش مروح والراجل عمال يعيط من الواد يعني حاجه بيبقى فظيع بيبقى منظر صعب قوي لو الولد ده كان سنه مثلا 14 سنة 15 سنة وبقى أضلت بقى كمان هيبدأ بعد كده يديفلوب مش هيطول بقى تاني هيكمل أجروميجا ليه فاهم قصدي يعني هو كأنه حالة متوسطة ما بين الأجروميجا ليه والجايجانتيزم يعني حاجة والسلام لكن إيه بقى هنا مربط الفرس هو مش يجي يقول لي بتيتري جايجانتيزم لا هيجي يقول لي only differential diagnosis of tall stature يعني مين اللي بيبقى طويل هتقول لي بتيتري جايجانتيزم مين تاني لاين فلتر مين تاني فان سندروم مين كمان فاميليال وكونستيتيوشنال في ناس بيبقوا طوال او ريشيال الجماعه اللي هم طبعا انتوا عارفين الامريكان والالمان طوال على فكره بالذات الالمان السنغال كمان الالمان بالذات وبعدين انت تاخد بالك في مين بقى ما تيجي تبص انت في الالمان هم طوال مين بقى اللي طوال كمان الفيميل تلاقي الفيميل طوال حاجه حلوه كده فاهم ازاي تروح بقى الفار ايست تلاقي ايه تلاقي العمليه لا قصيرين دي ريش ايه كمان بيخلي الانسان طويل احنا قلنا المرفان وفي كمان اللي هو ديلي دي بيوبرتي لان الديلي دي بيوبرتي بيخلي الابيفيزيس ما تقفلش ويحصل برضه لينير جروس وفي كده صندوق عجيب كده انا شفته مره سيريبرال جايجانتيزم انتوا فاكرين الكلمه دي في الرمض اسمها ايه لما عيني دي لما عيني الاثنين يبقوا وعاد عن بعض اسمها ايه في الرمض ايه اسم اسمها هايبر توليوريزم سمعتوش اللفظ ده هايبر توليوريزم ازاي بقى فتلاقي الراجل ده بص يا دكتور انسان طويل جدا دماغه دي قد كده بس انا شفته مره وعينيه الاثنين وعاد عن بعض كده فما تشوفه ايه ده الراجل ده عامل كده ليه فاهم ازاي؟ ده بيسموه ايه؟ هتلاقيه ممكن يبقى في كتاب الاطفال عندكم. اسمه سودوس سندروم. سودوس سندروم. يعني بص كل فكره ايه بص الراجل عامل ازاي؟ وحش واقف.
وطويل وعريض ودماغه قد كده، كل ده سوتوس. بص خلي بالك عشان ما تنساش سوتوس، يعني كل ده وطلع سوتوس في الاخر، فما تنساش الموضوع. دي بقى طبعا مكتوب معادله، مش مهمه دي معادله من اجل العلم بس احنا مش هنذكرها، يعني هو بيقدروا يعرفوا من طول الاب وطول الام بموجب معادله الاكسبكتد هايت بتاع الولاد، يعني مش مهم. خش بقى على الموضوع اللي هو مهم قوي، اكروني اكتب عليه بقى ده كلينيكال كيس في الامتحان. يبقى احنا الامتحان الكلينيكال ممكن تيجي لك شيهان سندروم، ممكن يجي لك اكرونيجالي. خلي بالك من اللي احنا خدناه كوشين اديسون، هما دول اللي ايه اللي بيجوا من اللي احنا خدناه. فاضل بقى الجريفز والميكسيديما، خلي بالك لان الاندوكراين هي ماده على ما هي سهله بس بتكسب نبه كتير على فكره، فيها مش صعبه. الاكروميجالي، اكرو يعني ايه؟ اطراف، ميجالي كبر، يبقى هي الكبر الاطراف. الجدع ده اطرافه كبيره، يعني اول حاجه تلفت نظره كفوف ايديه وكفوف رجليه، تلاقي كف محترم في ايده ورجله، لا دبل تخش ولا جزم ولا كم ضهر. يعني تلاقي راجل يروح جايب لك مثلا شبشب مقاس 47 يا دوبك يحطه في صباعه الكبير. ما فيش، ما ينفعش يعني. حتى يقول لك انا مفصل. طبعا دلوقتي بقت في محلات بيع المقاسات الضخمه، في مقاسات فظيعه جدا. الاكروميجالي ايه الكوزز بتاعته؟ جروس هرمون اكسس بعد كلوجر اوف بيبسس. يعني ايه المشكله هنا؟ انا مش هطول، انا خلاص انا بقيت عضل، البيبسس قفل فانا مش هطول، بس هيحصل لي بقى تغيرات. دكتور ايه كمان قبل ولا بعد؟ لا افتر المفروض، صح؟ افتر هي افتر، انا اسف افتر. يعني بدا ايه يقفل، يبقى مش هيطول. طب الجروس هرمون بقى هنا هيحصل له ايه بقى يا دكتور؟ لما يزيد هتلاقي اولا لاما الجروس هرمون زايد من ادينوما، لاما الجروس هرمون ريليزنج فاكتور هو اللي زايد من الهايبوثالاموس. بص بقى المفاجأة، أو واحد عنده بنكرياتيك تيومر بيطلع إكتوبيك جروس هرمون، حاجات بقى غريبة جدا. أو واحد عنده برونكوجينيك، على فكرة يا جماعة بصوا الهيباتوما والبرونكوجينيك كارسينوما أشهر اثنين، بس خلي بالك بالذات من البرونكوجينيك. البرونكوجينيك طلعت إيه قبل كده هنا؟ مطلعة إي سي تي إتش، خلي بالك، وبتطلع لعلمك كمان بي تي اتش، وهتطلع هنا كمان جروس هرمون ريليزنج فاكتور. بص قد ايه بقى البرونكوجينيك، هتلاقي الكلام ده فين بقى؟ في الجست. يبقى انا ممكن اجيب لك برونكوجينيك بطلع اي سي تي اتش واقلب لك، اقول لك والله نزل المساله دي حلوه. طب ليه بس يا فندم وبتاع ده في التليفون ولاد الذين يقعدوا يتكلموا؟ اصل يا ابني دي هتبقى برونكوجينيك، يعني سي او بي دي وبرونكوجينيك تشست، واحد اضرب اكتوبيك اي سي دي اتش، نعمل لهم شويه كوشين، بتبقى المساله واخده برانشين. خلي بالك. او يجيب لك برونكوجينيك ومعاها اكتوبيك بي تي اتش باراس هرمون، يبقى معاها هايبر كالسيميا. دي مش كومن ان هو يعملها، دي هتبقى بايخ طبعا حاجه اللي هي بتاعت الاكروبيك. الكلينيكال بيكتشر اكتب اوصف من اعلى الى اسفل، امسكه بقى من فوق لتحت، ويا سلام بقى معالج وشه هتبقى باينه قوي، اللي هو ايه بقى؟ السكال كبيره، سوبرا اوربيتال ريدج ده بروميننت، خلي بالكم، النوز كبيره، الودان كبيره، بروجناسيزم المندبل بقى ما شاء الله. وطبعا احنا عارفين احنا البروجناسيزم ان احنا لما بنقفل بقنا بنلاقي الصف اسناننا الفوقاني بيبقى قدام، ده طبعا هيبقى. والمندبل كمان لما ينمو العظم هيخلي التيس سيباريتد، هتبقى التيس ايه؟ سيباريتد.
خلي بالك من اللفظ المكتوب ده بيعمل حركه حلوه يخلي الراجل ينبسط منك انك انت اللي هو الممتحن. قل للعيان وريني صوره قديمه. انت معاك صوره عامل حد؟ اه معايا صوره بتاعت البطاقه كنت انا متصور، او معايا صوره قديمه قبل ما يجي لي المرض، وتروح باصص فيه وتطلع الصوره تشعر بالفعل وتقول لي بقى الممتحن على فكره يا فندم انا شفت الصوره القديمه بتاعته، شوف كده بص حضرتك، فتلاقي الراجل ايه انبسط. احنا اهم حاجه ايه؟ نبسط الايه؟ وما هي حاجه بتفوت الهاند والفيل. الهاند بقى الدبل ما بتخشش وبتبقى ايه بقى دكتور؟ هو صوابعه مش طويله بس صوابعه تخينه سبيد لايك، ايده عامله زي الجاروف كده حاجه عريضه كده، رجله زي ما قلت لكم كبيره جدا، مفاصله فيها اوستيو ارثرايتس، دي برضو من الحاجات اللي هي موصوفه اوستيو ارثرايتس. الفسره بتكبر، الفسره بتكبر، القلب يكبر، الرئه بتكبر، خلي بالك. وايه كمان؟ ليفر وسبلين. اكتب بقى تعليق على الهيبات سبلين دي جالي، هتلاقي بعض سورسز يقول لك ايه بقى، في ناس تتلكك يقول لك والله هم بيقولوا ان الليفر بيكبر بس السبلين ما بيكبرش. خلاص ماشي حاضر يا بيه، يعني ده هذا راي، يعني هذا راي. يبقى هيبات سبلين ميجالي، لكن هناك اوبينيون انه السبلين ما بيكبرش في الاكروميجالي، ده الليفر اللي بيكبر بس. والله ماشي يا باشا، القلب يكبر. القلب لما بيكبر، انا هسال سؤال، القلب لما يكبر ده ضرر؟ ضرر، خلي بالك، بيعمل على طول بيخش في حاجه اسمها كارديومايوباسي، بتبقى مشكله. الرئه هنا بتكبر بس ما بيحصلهاش حاجه. لو جيت قلت بقى اذر اندوكراين مانيفستيشن، هو الورم ده بيطلع ايه؟ جروس هرمون وخلاص. لا، ساعات يروح مطلع برولاكتين معاه، فيحصل له ايه جميل؟ هايبوجوناديزم. تبص تلاقي الجونادوتروفين ما تطلعش. الدايابيتس جروس هرمون دايابيتوجينيك. الثايرويد جلاند تكبر كتيشو بس فانكشن نورمالي. خلي بالك من هذا الكلام. نيوروسايكاتري، العيان بيبقى سايكولوجيكالي ديستربد شويه، ما بقاش متظبط. بس في حاجه مهمه قوي، كاربال تانل. خلي بالك يا دكتور، السوفت تيشو عمال يتخن، ما هو ده جروس هرمون عالي، فالسوفت تيشو بيتخن فيروح ضاغط على الميديان نيرف. ايه كمان برضو يا دكتور؟ الاوبتيك كياسما باي تمبرال هيمي انوبيا، ده هنقولها بقى في النيورو اذا احيانا الله. وفي كلمه اسمها الهايبر سومنس، اللي هي ايه هايبر سومنس؟ يعني ايه؟ نايمان على نفسه. في كده عيان بيجي راجل غريب كده، مش عارف ليه، مش في اتنين كده في السوق، اتنين تلاته اكروميكالي كده، مش عارف ليه، مش حاسس انا ان هم اكروميكالي، معرفش، تحس ان هم ايه؟ بيضحكوا عليه. فالعيان كده هتشوفوه هتلاقيه فعلا طول ما قاعد كل شويه يروح نايم على نفسه. ما تفهمش. الله يعلم. كارديو فاسكولار سيستم، خلي من السؤال ده، يقول لك الاكروميجالي بيجي له ايه في الضغط؟ هايبرتنشن. يقول لك ليه؟ قول له هايبر انسولينيزم. خلي بالك من الاجابه، هايبر انسولينيزم. الانسولين بيعلى. ليه؟ مش الجروس هرمون عالي؟ فالجروس هرمون لما يعلى بيحصل زي ما تقول انسولين ريزيستنس. يقول الانسولين يعلى اكتر. الانسولين بقى هتقول لي طب والانسولين بيعمل ايه؟ الانسولين ده بيعمل حاجتين. هناخدها بقى فين؟ فالدايابيتس بيعمل ايه؟ سولت ووتر ريتنشن وتريجر للسمباثيتك. عشان كده الهايبر انسولينيزم ايت سيلف بيعمل هايبر تنشن. عشان كده احنا لما نروح للدايابيتس هنبتدي نتكلم عن مين؟ الميتابوليك سندروم. ايه الميتابوليك سندروم؟ الراجل الاوبيز الهايبر تنس في الدايابيتك، ايه العلاقه؟ ادي بدا الكلام يبان. هنشوف. يبقى الراجل ده عنده ايه؟ يبقى الراجل ده عنده قلنا ايه بقى؟ هايبر انسولينيزم. الانسولين العالي بيخلي العيان عنده سولت ووتر تنشن و
بيعمل تريجر للسيمباثيتك وحاجات تانية كمان. يبقى دي نقطة مهمة. كارديوميوبس أظهر مانيفستيشن بقى، تلاقي العيان صوته يا دكتور عليه حد الدين، صوت صوت ايه بس صوت، يعني مريض الاكروميجا اللي بجد كان فيه عيان اكروميجا ده، الواحد يعني كان حاجة حلوة كده، كان اسمه عبد مصطفى بقى، كان يجي عندنا ويجي عندكم، وكان العيان ده كنا نحبه لانه اكروميجا يا اكروميجا، كنا احنا بنعرف ان هو جه، يبقى احنا قاعدين فوق تسمع صوته بقى وهو تحت بقى، تلاقي الصوت بيرن كده في المكان، صوت ضخم كده، لان اللارينكس كبيره، البوكال كور تخينه، الصوت تخين وبيرن كده، حاجه فظيعه. كمان العيان عنده في كلمه كده هتلاقيها مكتوبه اللي هي كلمه اكانسوزيس نيجريكانس، كلمه دي ده غافل من ليه يعني؟ مين يقول لي اللفظ ده معناه ايه؟ معناه ان السكين بقى سيك وهايبر بيجمنتد، تلاقي حتت في الجلد تخينه وبيجمنتد كده غامقه، عارف ساعات هقول لكم دي فين بقى؟ في البرونكوجينيك بس مش هنا يعني، وفي الانسولين ريزيستنس، عارف في ناس كده يقول لك ايه؟ يا دكتور تحت باطي، تحت باطي كده بس ما تكتبش كلام، وهنا على رقبتي وخد رجلي كده في حتت كده غامقه، حتت كبيره كده بالجلد غامقه، وبعدين تيجي تحسس عليها كده تلاقي تخينه، دي اسمها اكانسوزيس نيجريكانس. اكانسوزيس يعني السيكنس زادت، نيجريكانس يعني سودا. فبيقول ان البتاعه دي مهمه قوي، وخلي بالك راعي هذا اللفظ، لان اللفظ ده هيتكرر في امراض كثيره، وهتلاقيه كده قدامك في وقت. خلاص كده؟ الناس دول بيجي لهم برضه مين الستون، مش لازم يعني نقول ليه؟ مش لازم اللي مكتوب ده. تعالى بقى نشوف ايه؟ عايزين نعمل انفستيجيشن. العين ده طبعا الاكروميجا اللي هو لازم نهتم بيه، لانه هو بروبلم قوي اللي لقيته في كتابه تبدأوا يعني، أنا عايزكم بقى تبدأوا أقول لكم على حاجة عشان تبدأوا بقى تصحصحونا طبعاً. هو إيه أحيانا عن إبن هو في كتب الاسم هو MCU بروبلم وبتاع، بس مش معناها إن الامتحان لازم يجي منه يعني، بس في جزء بيجي منه شوية. في طبعاً يا دكتور هو أنا هجيب كتاب MCU اجيب لك الامتحان كله منه ليه؟ وانا عبيط ولا ايه؟ طب ما كانش حد غالب. قالوا لي خد يا ابني بتاع ده، ما هو كان غلط. هو بيديك حاجه يقول لك هو ده يعني المستوى المطلوب منه. بس من هو بيعلمك هو اللي اصل ايه؟ يقول لك ايه؟ اصل كتاب الام سي كيو ده يا دكتور ما بيجيش منه حاجه. يعني ايه يا دكتور؟ الام سي كيو يعني ايه؟ تريننج للمايند. انا بمرن عقلي عشان لما يجيني اي اسئله في اي اتجاه اجاوبها برضه. لا اصل هو ما بيجيش منه، خلاص يا عم ما بيجيش منه ما تقراش منه، خلاص سيبه خالص. طب وده بيجي منه؟ ما بيجيش منه. طب وده؟ ما بيجيش منه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يا سيدي؟ اعمل ايه؟ والله هو مش كده. طب اقول لكم على الكتاب، في عندكم كتاب بتاع الاسم لونه اخضر، شفتوه؟ تجيبه. ده كتاب ام سي كيو بس كتاب عامل زرازيه. مالكش دعوه يا سيدي، هاته دلوقتي اول مرحله نشتري الكتاب. بعد كده المرحله الثانيه نشوم الكتاب نحطه في مكانه. بعد كده انا هقول لك تعمل ايه. هتلاقي فيه ام سي كيو شورت هيد وام سي كيو لونج هيد. كل برانش اوكي. فاحنا بنبدا نبص الشورت هيد وسيب اللونج هيد دلوقتي. فانت هاتك ليه كتاب تخين كده اخضر، هاته مو مشتريه بس. حتى انت لما تشتريه يا اخي يبقى برضه ربنا هيكرمك ان شاء الله. والله انا اشتريته حلو برضه، انا ما ذكرتش فيه، لكن اللي هو ما اشتريهوش اصلا ده ما عندوش دم، فاهم قصدي؟ والله جبت الكتاب وعملت اللي عليه. Thank you.
اكس ريز كام. طبعا مش معقول واحد عنده بيتيتري تيومر هعمل له اشاعه عاديه يعني ده مسخره. لكن يقول لك السله الترسيكه كبيره يا سلام مسخره. وتلاقي حتى المندبل بيبان كده بروجنوسيزم وحاجات حلوه كده تبان. لكن اكس راي على الهاند بيبان ايه بقى؟ بص دكتور الصباع بيبان عن البدن. بص بقى التيرمينال فالانس دي عن البدن. بص عامل ازاي؟ وفي طفت. بص بقى الصباع. بص التيرمينال فالانس في طفت ده اسمه مشروم ابييرنس. دي اكس راي في الفم. يجيب لك اكس راي على الهاند تلاقي ايدين قد كده صفت تيشو قد كده اهو وتلاقي العظم اللي فوق عامل زي عسكري الشطرنج مشروم ابييرنس سي بي رنين الى اخره. لا الجروث هرمون اخباره ايه؟ عالي. طب قول لي بقى لما يبقى عالي اعمل له ايه؟ سبريشن. احنا قلنا ايه اللي بيعمل سبريشن للجروث هرمون؟ ايه اللي كان بيعملوا ريليز؟ كان في تيست اسمه ايه؟ انسولين تيست. يعني ادي انسولين يروح عامل لي هايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا بتريليز ايه؟ جروس هرمون. هنا هعمل العكس هدي جلوكوز. هدي اللي عندي جلوكوز. يبقى اسمه ايه يا دكتور؟ جلوكوز سبريشن. يبقى انا بقيس الجروس هرمون. لازم على فكره يا اولاد نورمال الجروس هرمون فينا كلنا اقل من 5 نانو جرام. طبعا انت تقول هو دكتور الارقام دي مهمه؟ عايز رايي؟ عايز رايي انا شخصي؟ لا مش يعني بصراحه يعني حرام ان انا اقول لك كام. ليه يا دكتور؟ يا راجل اسالي في الكرياتينين والترانسامينيز والبيلروبين الاول ولما اجاوب يبقى اقول لي الهرمونات. قول له كده في الامتحان وانا خلاص اللجنه ضاعت عندي. بس انا بديك معلومه برضه عشان غيري انا ضعت خلاص. حرام عليكم. هو الموضوع ايه؟ ان انا احفظ الهرمون. بس في ناس برضه ما ينفعش يعني ما ينفعش اقول لك الدوز بتاعت الدواء العجيب ده كام واسيب البيتا بلوكر واسيب الانتي بايوتيك. ايه ده دكتور؟ في ناس اصلا بيبقى دماغه مركبه شمال اصلا. هو نفسه مش طبيعي. عارف كده ولا لا؟ ودول معظمنا كده. يعني معظم البروفيسور مش نورمال. ولعلمك بقى بيتضرب في البيت عشان تبقى عارف. واخد العلقه الصبح وبعدين يروح طالع لك. جاي جاهز. جاي متظبط متسوي على الصبح. رايح فين على الصبح؟ المدام يا باشا تلاقي قاعد عماله تعمل في ضوافرها كده. عارفين المدامات دي؟ تمقرز الراجل. المهم تمقرز. يبقى انا هقيس الجروس هرمون هلاقيه عالي. كام؟ يقول لك فوق ال 10 نانو جرام. اديله بقى جلوكوز ما ادلوش جلوكوز ما فيش سبريشن. يبقى انت عندك حاجه مش طبيعيه. يبقى دي نقطه مهمه قوي. مين بقى الميديتور؟ انت اصلا شايف الجلوكوز؟ الجلوكوز بيعمل سبريشن من الجلوكوز هرمون. مواظبينكم برضه باسمه جلوكوز لما تيجي للعيان. لا اصل ده تيست يا دكتور. انا بدي جلوكوز بتيست. لو واحد دايابيتك وخد جلوكوز وقع مش احسن خالص يعني. ما احنا بيجي لنا ساعات مش هو دايما يقول لك واحد دايابيتك كوما اول حاجه تعملها له الراجل ده ماله؟ ده عنده سكر وبعدين كوماتوز جلوكوز. يا خبره ده الجلوكوز طلع 1200 ولا يهمك عادي هو طيب. لكن لو جلوكوز واطي عقبال ما تلف فدي ما تخافش من الحته دي. يقول لك ادي جلوكوز ولا يهمك ما يعمل كان كام 800 خليناه 1000 ها يعني نيجاتيف في خلي بالك من الحكايه دي. طيب يبقى السوماتوميدين ده ايه بقى؟ ميدياتور بتاع الجروس هرمون هيطلع عالي. بس ما اسموش بقى سوماتوميدين بقى اسمه الايه؟ انسولين جروس فاكتور. ده بيطلع منين؟ من الليفر. فلما هو يطلع عالي يبقى هو طالع لمين؟ هو الميدياتور. هو ده اللي بيشغل الجروس هرمون. انت عالي ليه يا سوماتوميدين؟
يبقى جروس هرمون عالي. حلو كده. في بقى حاجه بخمسه ساخ يقول لك كل انفستيجيشن بخمسه ساخ يقول لي ان العيان ده هو جروس هرمون عنده فعلا عالي. عارف ايه؟ فوسفور عالي. الفوسفور هيطلع عالي. ولذلك مكتوب عندك اهو الاكتيفيتي بتاعت الديزيز في المربع. يعني يجي يقول لك يبقى الراجل يروح لاتشك سؤال يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ قول لي بقى يا دكتور، يعمل لك ايه؟ قول لي بقى يا دكتور، اعرف ازاي ان الديزيز ده اكتف ولا مش اكتف؟ يعني ايه اكتف؟ انا عبدوني كده. بس على فكره الاندوكراينال جلاند بص نظامها ايه؟ يقول لك بالس تايم. يعني ايه؟ يعني شويه الغده تقوم عليك الشهر وشويه تلاقي الغده ايه؟ ريحت لوحدها كده، سيبت الدنيا هديت شويه، وربنا خلقها كده. فلما تبقى الغده قايمه والهرمون عالي دي اسمها اكتيفيتي. طب هتعرف ازاي الساينز اوف اكتيفيتي بتاعت الاكرونيك دي؟ هتقول له هيقيس الجروس هرمون، هلاقيه عالي، كويس، وايه كمان؟ سوماتوميدين، هلاقيه عالي، وايه كمان؟ والفوسفور. يقول لك طب ما فيش حاجه كلينيكال، تقول له اكسسيف سويتنج. يبقى هنكتب على الشمال السؤال المرتقب، السؤال ده ان شاء الله السنه اللي جايه في البيبر سؤال رقم 19. ما انتوا 23 سؤال ده 19، اكتب. انا بخمن يا ابني، ده تخمين. اكتب ان شاء الله جاي. اندوكراينال ديزيزز بريزنتد بسويتنج، اكسسيف سويتنج. يلا. اكسسيف سويتنج. ايه اكتر مرض في الدنيا يخلي الانسان عرقان عرق غزير؟ سيمباثيتك عالي. عارفين مين؟ هايبوجلايسيميا. بص اكتب عليه كده عرق غزير. عارف العيان بيبقى عامل ازاي يا دكتور؟ جسمه اكتب كده جسم المريض يعلم في السرير. الراجل بقى بعد ما يشوفك بص السرير عامل ازاي؟ يقول لك يا دكتور ده المخدة غير ايه؟ هايبوجلايسيميا يا امي. على طول. اتنين هايبر ثايروديزم. تلاتة جدع فيوكروموسايتوما. أربعة ايه؟ الأكروميك. دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا عرق غزير. طبعا الانكزايتي بيعمل عرق، بس هو مش اندوكراينال ديزيز عشان ما تنسوش. بس تعالى بقى جميل ونشوف الجدع ده. انا في ديفرنشال دياجنوزز، يعني بيقولوا يعني الديفرنشال ميكسيديما. طب ليه الميكسيديما مكتوب؟ اصل الميكسيديما بيبقى العيان وشه برضه بيبقى كورس فيتشرز. عارف اللي هو المثل يقول لك يعني اللي هو الكلام تقطيع وشه ده مناخيره كبيره وجفنه، يعني يبقى الميكسيديما شبهه. وفي مرض غريب اسمه تاكي ديرمو بيريوستايتس، مش مهم الاسم ده، بس هي تاكي يعني ايه؟ سيك، عشان تعرف اللفظ. تاكي يعني سيك. ديرمو سكين بيريوستوزيس او بيريوستايتس العظم. في ناس يا اولاد الراجل ده انا شفته مره استغربت، قلت له ايه ده اكرونيكالي ده فظيع. الواد قال لي ده مش عارف ده مرض تاني. خلي بالكم بقى ذاكروه في الدكتوراه. ففعلا تيجي تفتح تكست بوك مثلا زي هاريسون في كاتبه ان فول ديتيلز لك باكي ديرمو بيريوستوزيس او باكي ديرمو بيريوستايتس. المهم معناه ايه؟ اللي هو السكن والعظم في الانسان دول سيك، يعني انا عظمي تخين والسكن عندي تخين، فتلاقي منظري كده شبه الاكروميجالي وخلاص. العلاج الجراحه هي الافضل. يبقى الجراحه هي ترانس سفينويدال هايبوفيزيكتومي. يليها في دواء اللي هو مين بقى؟ اللي هو مش دواء، اللي هو راديوثيرابي. الراديوثيرابي بيقول لك بينفع بالذات في الحالات اللي فشل فيها الجراحه. ودلوقتي بقى في الترند بقى بتاع الجاما نايف. الجاما نايف هتبتدي بقى، بس هو ابتل ناو بالنسبه لك انت مالكش دعوه بالجاما نايف قوي،
انا هقول ايه في عمليه. لو العيان العمليه اتعملت، خلي بالك يا دكتور، وبعد ما اتعملت الجروس هرمون عالي، العيان عنده مشاكل، يبقى العمليه ما اتعملتش مظبوط. مش معقول هروح فاتح له نافوخه تاني. هو نافوخه ده ايه، لعبه يا اخوانا؟ زي الثايرويد كده، انت عملت لي ثايرويدكت كل شويه تعملي ثايرويدكتومي ولا ايه؟ كده هموت كده. فيقول لك لا، ده هو كده ممكن يجي له شويه تريبيوس يكمل. اللي بيساعدني بقى دلوقتي الجاما مايت. الجاما مايت ده عباره عن راديو ثيرابي، بس ايه بقى يا دكتور؟ بتطلع طاقه من الراديو ثيرابي شديده جدا جدا وفيري اكستريملي لوكالايز. يعني عارف كانها بتقطع كده زي البسطرمه. البسطرمه مين ده؟ ده ماكينه البسطرمه ورا حاجه، يعني ممكن يجيب لك حاجه. يعني تلاقي واحده ست كده عندها من الجيوم صغيره قوي كده، يروح عامل له جاما مايت على طول، يروح مطيرها ولكنه عمل اوبريشن. حاجه بقت يعني جميله. في بقى علاجات ميديكال. الميديكال برضه بص اوف تشويس جراحه. الميديكال هو علاج تكميلي او علاج مبدئي. بص اكتب تكميلي او مبدئي. يعني ايه مبدئي؟ والله يا دكتور انا دلوقتي عندي في كذا كذا كذا، وبعدين زي ما تقول يعني في مثلا ولد كان معايا، الواد ده كان معايا انا قلت لكم عليه، الواد ده انا قفشته بصراحه. الواد شكله يعني تقاطيع وشه، يعني عمال ابص له، بس هو مش الاكروميليا اللي يعني طالب، بس الواد كده عظيم كده. والله هو الاكروميليا بتبقى في بدايته، تلاقي الانسان فيه عصبه كده، تقاطيعه بتبقى فيه عصبه، بعد كده تلاقي الدنيا باظت. فالمهم الواد ايه؟ لما لقيته كده فوتته. فزي ما تقول كان في امتحان ولا حاجه، مش عارف بقى كان امتحان ايه بالظبط، انا مش قادر. المهم ان الولد، وفي مره بنت كانت كده على فكره برضه، بس البنت كان عندها البرولاكتين هو اللي عالي. المهم يعني، فالمهم اتاجلوا العمليات ليه؟ والله في امتحان والورم صغير وبعيد عن الاوبتيك كاز. طب انا لازم اعمل العمليه بكره؟ فقالوا لي لا، انت ممكن تعملها كمان شهر او شهرين. طب بص يا ابني، انا هديك دواء امشي عليه دلوقتي عشان يهدي الجروس هرمون ليفل عشان ما تبقاش تعبان. وراح مديله مين؟ اول واحد سوماتوستاتين مايلود، اسمه ايه؟ اوكسيليت. انا يكفيني هذا طبعا، يعني الدوز والكلام ده هيبقى كتير عليه، انما يعني في ناس طبعا ما شاء الله بيبقى عنده قدره ان هو يقرا الكلام ده، لكن هو البكتيريوتايب سوماتوستاتين انالوج. خلي بالكم من استخدامه قبل كده، كان في البورتال على الهيرتاج. طب ايه كمان غير البكتيريوتايب؟ هتلاقي فيه اوبشن تاني اللي هو مين بقى؟ انتوا عارفين البارلوديل والحاجات، البارلوديل والكابرجولين اللي احنا قلناهم من شويه، هما نفس الادويه دي، هي نفسها بتستخدم في الاكروميديا دي ايضا، لان ثبت ان البارلوديل والكابرجولين كيل اللي هما دوبامين اجونيس، ثبت ان هما بيقللوا الريليز اوف ايه؟ اوف جروس هرمون. في بقى جروس هرمون ريسبتور او ادويه جروس هرمون انتاجونيس دايركت. مش لازم قوي ابقى عارف الاسم العلمي بتاعه، يكفيني بس ابقى اقول ايه؟ جروس هرمون انتاجونست، بقت موجوده حاليا فعلا في السوق وبدات تنزل ريسك. طب هنا السؤال المحرج، هيقول لك طب يا دكتور انا دلوقتي انتوا علمتوني شكلي هيتغير هيرجع ولا لا؟ ما بيرجعش. في جزء بيرجع اللي هو السوفت تيشو سويلنج، انما البوني سويلين ما يرجعش. عشان كده الولد الحقيقه كان شكله حلو، يعني الولد لسه ما حدش واخد باله من حاجه خالص، ولو حد بس فاهم هياخد باله، ما فيش حد زي الفل، انت كده حلو قوي. لكن طبعا لو في ميل يبقى مشكله، فلازم ان احنا برضو ناخد بالنا من هذا الموضوع. وتقول العين والله بقى بص يعني ان شاء الله هو الامور بتتحسن، بس بتاخد وقت وكده، وان شاء الله نتابع. يعني مش معقول، يعني في واحد بيبقى فظيع يقول لك لا 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 بص اعمل حسابك الشكل ده ما بيتغيرش. ليه كده؟ يعني سيبه بس واديله كلمتين، هو شهر اتنين سنه هيتعود. خلصنا على كده.
ايه شغلانه ليه انا اصدمه من البلاد؟ واخد بالك انت ازاي؟ في بقى الكلام ده يعني دي تجميعه كلينو فرنجوما دي يعني مش اسينشال قوي ان انت تبقى عارفها يعني، انما هي عباره عن في كده بتاع اسمه راسخ ستاوتش سمعتوا عنه؟ كان ما بين البيتيتري جلاند والسيرد فنتري، حاجات بقى غريبه بنت كلب كده. انا ناقص الراسخ ستاوتش على الابوه بيقول لك بيطلع منه ورم، والورم ده ساعات بيعمل لي هايبو بيتيتريزم احيانا، يعني مشهور بالكالسيفيكيشن. مش ضروري قوي ابقى انا يعني، بس عشان لو جه لفظ كلمه كرينيو فارينجيو. ايه؟ استنى يا عم، بس مش مهم بقى الكلام ده بالراحه يا دكتور، عشان احنا ما تنساش ان احنا اندر جراديوت برضه، انت لازم يديك حدود. هات لي بقى اديك حته كمان صغيره، احنا الاربع بقى نعمل كده. خليه يوم عشان ليفر، خلي الحاجه عشان نقول في وقت ايه؟ هات راوند امتحان. ايه؟ امتى بقى الامتحان ده؟ مين؟ عشان نلحق ناخد الليفر في يعني انتوا مثلا مش ده امتحان كلينيكي؟ لا امتحان راوند عشان ناخد الليفر في الويك اند. راوند ليه يعني؟ عشان ناخد الليفر في الويك اند. طب الحاجات دي بتبقى موجوده على الدين ايه؟ عشان ناخد الليفر في الويك اند. الحمد لله طيب في موضوع صغير كده ناخد منه جزء بسرعه، اللي هو disorders of posterior pituitary. وفي امتحان يوم الثلاث. يوم ايه الثلاث؟ اللي جاي ده. يعني الاسبوع الجاي كله امتحانات. سبيشال يا والله. سبيشال يا دكتور. بص اتفضل يا دكتور. اكتر من الطلب مهم. حبيبي. وانا يعني بنتكلم فيه. بص يا دكتور، ما تفوتش حصص مهما كان. انت مثلا انا عندي امتحان الراوند. لا اصل انا بقى هصحى بدري يا ابني مذاكر ايه وتهبل؟ يا ابني الامتحان ده بتاع الراوند ده انت تروح وتيجي كده وخلاص، تبقى رايح جاي كده، مش بقى اقعد اذاكر واعمل ما انا بتنام. هو امتحان الراوند ده بيجي صادم، انا عايز افهم هو بينزل صادم عليا وانا عارف ميعاده قبلها بفتره. والله عارف ميعاده صادم. هو انا مفوت حصه بس يا دكتور، بس ما هو طالب الطب كده انا عارف فاضل حصتين مش هحضره. طب ليه يا دكتور؟ ليه؟ وبعدين احنا هننظم مع زميلكم، لان احنا السنه اللي فاتت كنا ماشيين على سيستم مش وحش. كنا بنعمل تسجيل للحصص والحاجات دي، وكنا عاملين جروب عشان لو حد وقع منه حصه ولا حاجه يقدر يسمعها. بس انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ما تفوتش حصص ارجوك، اسمع كلامي. الحصه لما تبقى انت قاعد معايا وسامعني وشايفني ومعاك المذكره وعمال تخطط كده معايا، روح البيت اقراها وانت بمدد على السرير. اقراها والغدا بيتحضر. بس هذا يكفي. اسمع كلامي يا دكتور، ما تفوتش. بعدين يعني ما تعودش على الحكايه دي. طب ولما نخش بقى في الكارديولوجي البرانش اللي جاي ده اهو، هتفوت حصص كمان؟ ما ينفعش. طب اصل عندي امتحان، لو ايه هنعمل امتحان؟ ما تروح تبتدي ما تذاكرش، وقف المذاكره بتاعتي شويه وذاكر يا عم الامتحان بتاعك اللي انت بتضحك عليا بيه. امتحان ايه يا بابا؟ انا مش عارف الامتحانات. اي هاكس كله. هتقول لي ديسوردر اوف سيوز. احنا خدنا زمان الانتي دايوريتيك بيطلع منين؟ من الهايبوثالاموس، ويتخزن في البوستيريور. بس كان في بتاع كده اسمها سوبرا اوبتيك، فاكرين الخيبه دي؟ سوبرا اوبتيك نيوكلياس والبارافنتريكلر نيوكلياي، فاكرين؟ في الهايبوثالاموس هم دول اللي بيطلعوا الانتي دايوريتيك هرمون اوكسيتوسين، وبعدين يروح يتخزنوا في البوستيريور بيتيتري جلاند. كلام جميل قوي. طيب انا عايز اعرف الانتي دايوريتيك هرمون هو بيعمل ايه؟ انتوا معلوماتكم عنه ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في الكلى؟
يمنع يورين ري ابسوربشن كونسنتريشن. عارفين اليورين كونسنتريشن ولا لا؟ بس هو كلمة يورين كونسنتريشن انا مش هشرحها بقى دلوقتي في النفرولوجي. يعني يا دكتور هو بيجي على كلمة يوبيول اللي هي الايه الكوليكتنج والديستال دي سيجمنت، بيشد منهم الميه ويرجعها للجسم، يقوم النتيجة يورين كونسنتريشن. يبقى الكونسبت بتاع الاي دي اتش ان هو بيكونسيرف الووتر. اصل الواد يقول له ايه، بص يقول له ايه يورين كونسنتريشن، يقول له يعني ايه يورين كونسنتريشن، يقول له يعني الاي دي اتش بيعمل يورين كونسنتريشن. فالراجل يقول له يعني ربنا خلق الاي دي اتش عشان البول ينزل مركز، هي دي المشكلة. وايه يعني لما البول يبقى مخفف؟ فهمني ايه الكونسبت. هو الكونسبت ايه؟ ان الاي دي اتش بيكونزيرف الميه ليا، بيحافظ على الميه بتاعتي، فبيرجع الميه ري ابسوربشن من الكوليكتنج تيوبيول عشان يحافظ على الميه. النتيجه ان البول ينزل مركز، دي نتيجه يا ابني انت مش فاهم، وروح مديله على وشه. خلي بالك اوكستوسين ده بتاع الولاده ومش الولاده والكلام الفارغ ده اهو، خلاص الست ولدت خلصنا. طيب السكريشن بقى، هو الاي دي اتش ايه الحاجه اللي بتعمله ستيميوليشن؟ اكتب جنب اللي هو انكريز باي، اكتب كده بالعربي اللي هو قلق جفاف ملح. يبقى لو انا بص انتوا تاخدوا بالكم من حاجه، لما احنا بناكل رنجة ساعات تيجي كده مدة وتيجي بقى فيها رنجة الرنجة معقولة الفسيخ ده بياكل فسيخ ده انسان ده متخلف، هو وصل الى هذه الدرجة ان هو ياكل سمك منتن، ده سمك معفن يا ابني عشان تبقى عارف، مليان بكتيريا عشان تبقى عارف والله. فالمهم فلما بناكل الحاجات دي بناكلها بكم كبير، فيقول انت تلاحظ على نفسك ايه؟ تلاقي نفسك عمال تشرب ميه تشرب ميه تشرب ميه، بس ركز كده تلاقي مفيش دايوريسيس كتير. ليه بقى؟ لانه الملح اللي انا اكلته ده اولا ده بيستيميوليت سيرس بيخليني اعطش، وفي نفس الوقت بيريليز الاي دي اتش اقوم ما اجيبش بول، فيقوم ربنا يخليك تشرب ميه كتير واليورين ما ينزلش لحد ما الصوديوم يعمل بالانس. يبقى واضح الاي دي اتش مع اكل الملح يعلى، مع الدي هايدريشن مش معقول ان انا راجل دي هايدريت وهايبوفوليميك واجيب بول، لازم الاي دي اتش يطلع توك. بص الكلمه كونزيرف الوتر، خلي بالك عشان الحاجات دي تيجي في وسط الام سي كيو. برضه الاي دي اتش كمان يطلع اثناء الاستريس، يعني ممكن اقول ايه بقى عشان ما تنساش؟ ملح، يبقى افتكر كلمه رينجا. وكلمه ستريس انا ممكن اقول ايه؟ اقول ايه افضل؟ اقول مثال ماتش الكوره، يعني ماتش الكوره لا يمكن حد بيلعب كوره في ماتش يروح دور ميه، وخرج اللاعب رقم 8 الى دور ميه ويستلزم الحكم. سمعت حاجه زي كده؟ على فكره حصلت مره، لكن حقيقه مش ممكن تحصل، لان انا اساسا ببقى مش شارب قبلها، انا عمال اجري بعرق والاي دي اتش شغال، مين بقى اللعيب اللي هيخرج يقول لك خرج الى دور مره؟ بس خش على النت كده هتلاقي دي حصلت مره، في لعيب مره مش عارف اوروبا ولا ايه اتزنق لعب صعب، هتلاقيه كان عيان بقى ولا حاجه، بيقل بقى مع العكس، مع العكس دايابيتس انسيبيدس اكتب عليه بروبليم. في منه بيتيتري تايب ونيفروجينيك تايب، البيتيتري تايب بيجي مع هيد انجن فاسكولار ليجن جراحه، جيت انا عملت للبنت دي عمليه جراحيه رحت مطير لها البيتيتري بلاند. وفي كمان بقى التروما، ويهمني قوي مرض الساركويدوزيس يا دكتور علم، حط عليه دايره
دايره ساركويدوزيس. الساركويدوزيس ده مرض صدري مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ ساركويدوزيس. يا باكو ده جيت امتحان بقى ايه؟ عندكم السنه اللي قبل اللي فاتت العيال اتخرجوا ساركويدوزيس ولا كان حد حتى باصص فيه عشان تبقى عارف يعني ساركويدوزيس عشان تبقى عارف ده مهم قوي. فالساركويدوزيس ده تشيست ديزيز. بص بقى التشيست ديزيز الشهير اللي بيضرب بوستيريور بيتيتوري جلاند والنبي ما تنسى ساركويدوزيس. واكتب على الساركويدوزيس هذا اللفظ اكتب بقى على الشمال عشان دي البروبلم اللي فيها فكره جميله قوي. عايزك تكتب الاول ساركويدوزيس بالعربي على الشمال عاشقه للبوستيريور بيتيتوري جلاند. واروح كاتب البروبلم بتاعتها. البروبلم دي مشهوره قوي قوي في السوق زي ما بيقولوا. يعني ايه السوق؟ يعني سوق المسائل، سوق الافكار. الافكار لما بتتعرف خلاص بيتعرف الموضوع. هيكتب لك يا سيدي patient with chest troubles. هيكتب لك chest troubles يعني مثلا ايه؟ كوف، ديسنيا مثلا، وشوية مثلا كريبيتيشنز. وعلى فكرة الساركويدوزيس مشهورة بكلمة ميديا سباينال ليمفينود انلارجمنت. خلي بالك هذا اللفظ احنا لما نخش في الجسم هنتكلم على الساركويد بعنف. حتى ما جم العيال انا السنه فاتت وانا بدرس الساركويد واحنا شغالين كان امتحان الدور الثاني على ما اتذكر ساعتها هو اللي شغال راح راشق فيهم الساركويدوز. كنت شفت بقى الساركويد دي مهمه ازاي عشان تبقى عارف وهي بتبقى مهمله في ناس بتهمل فيها. فالساركويدوز دي مشهوره بالميديا سايبر ايه؟ انلارجمنت او ميديا سايبر الانفلون. اعمل بقى نقط هو كده اداك ايه؟ مساله تشيست نقط بقى. ثم البيشنت خد عندك بقى ديفلوب بوليوريا وبوليديبسيا. خلي بالك من الافكار اهي. بوليوريا وبوليديبسيا توحي بايه؟ بالديابيتس ولكن ويز نورمال بلاد شوجر. يبقى مش ديابيتس مليتس، يبقى احتمال ايه؟ ديابيتس انسيبيدس. ايه الموضوع؟ ساركويدوزيس ضربة البوستيريور بالبيتري جلاند. خلي بالك يا دكتور هذا هو الفكر اللي احنا عايزين نوصله في النهايه. انا الراجل يتعرض عليا الموضوع اقول ده كذا. خلاص فهمتوا بقى الحته دي؟ طيب ايه كمان اسباب دايابيتس انسيبيدس نيفروجينيك بقى؟ النيفروجينيك ان الكيدني تيوبيول انسنسيتيف للاي دي اتش بقى. فاهم ازاي؟ في انهيريتد تايب وفي اكوايرد. علم في الاكوايرد ده على الهايبركالسيميا والهايبوكاليميا. انا جيت قلت لكم مره ايه بقى؟ فاكرين يا اولاد الهايبر بارا هنا قلنا كلمه اسمها ايه؟ كالسيوم دايابيتس. فجينا قلنا ايه في الهايبر بارا؟ ان الهايبر كالسيميا بتعمل بوليوريا. طب ليه؟ ليه بتعمل بوليوريا؟ لان الهايبر كالسيميا بص والهايبوكاليميا بيخلوا الكيدني تيوبيول انسنسيتيف للانتي دايريتيكورال. فتلاقي اليورين مش هيبقى كونسنتريتد ومفيش حاجه ري ابسوربت للجسم فالبول ينزل بزياده. ايه كمان عندك؟ في دواء اسمه ليثيوم. في دواء اسمه ديميكلوسايكلين. ديميكلوسايكلين ده ايه؟ تترا سايكلين من الانويه اللي بتعمل نيفروجينيك دايابيتس. طب بماذا يشكو هذا المريض؟ خلاص 5 مينتس ونمشي. انا تعبتكم. بماذا يشكو هذا المريض؟ عنده ايه؟ بوليوريا بوليديبس. يا دكتور انا عندي بوليوريا وبوليديبس مش عارف مالي عمال اشرب وعمال اتدور كتير. فطبعا رجل الشارع هيقول له ايه؟ حلل سكر. هيحلل سكر مش هيلاقي السكر عليه.
وهنلاقي بقى طبعا حجم البول بيبقى فاريبل. في ناس ممكن يجيب لك 10 لتر وناس يجيبوا 5، وفي ناس على فكره ثابت عنهم بيبقوا مش بوليوريك قوي، انما يعني الرينج كده يجيب لك 5 6 7 لتر. هسه السؤال، هي البوليوريا اكتر من كام لتر؟ اكتر من كام لتر اقول انك انت بوليوري؟ معلومه كام؟ بتقول يا عم ايه جدع، اكتر من 3 لتر. يعني لو البني ادم جاب اكتر من 3 لترز هتبقى ايه؟ هتلاقيها بص مكتوبه ايه؟ بص تحت تحت المربع. جاب اكتر من 3 لتر يبقى ده مين؟ ايه؟ طيب هروح عامل تحليل بول. ممكن بقى تفهمني في الحته دي لو سمحت كده؟ بس خليك معايا كده. بص خبك الحته دي عشان تمسك دي. الدايابيتس والكيك باسوج. الدايابيتس انسيبيدس البول ميه نازله، ميه 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 خلاص كده. لما انا البول عندي يبقى ميه نازله يبقى الصوديوم اخباره ايه في البلازما؟ عالي. والاوزمولاريتي بتاعت البلازما عالي، لكن اليورين هيبقى خفيف، اوزمولاريتي لو مش كده، وبالتالي سبيسيفيك جرافيتي لو. معلش على الشمال بس اكتب الحته البسيطه دي احسن انتوا دايما بتجيبوني فيها. رجعوا للسؤال ايه؟ اكتب كده اهو، مريض بالبلد، مريض الديابيتس انسيبيدس بيجيب بول زي الميه الحنفيه، يعني بول خفيف. يبقى انت تقدر تستنتج كل حاجه. طب انا بجيب بول زي الميه الحنفيه، يبقى الاستنتاج تروح تطلع فرعين، سيرم يورين. السيرم هيبقى فيه ايه؟ انا عمال افقد ميه، يبقى السيرم صوديوم عالي، البلازما اوزمولاريتي عاليه. ما تنساش بقى الكلام ده، عارف ليه؟ فين بقى في الاسيد بيز كل ده؟ عشان كده انا بخزن بقى كله لسه عشان نفهم الموضوع. طب واليورين هيبقى خفيف، يبقى اليورين سبيسيفيك جرافيتي واطيه، والاوزمولاريتي بتاعت اليورين ايه بالعقل؟ واطيه. الاوزمولاريتي او سبيسيفيك جرافيتي حاجه زي بعض، بس احنا بنحب نعمل اوزمولاريتي. يبقى انا اقدر بسهوله اشخص دايابيتس انسيبيدس، سهل جدا. طب اعمل ايه بقى؟ لما الاقي كده الراجل ده شكله دايابيتس انسيبيدس، اروح اعمل له اديله انتي دايوريتك هرمون. قولوا لي بقى مين اللي يستجيب؟ يعني مين اللي يتحسن؟ البيتيوتري تايب ولا النيفروجينيك؟ مين اللي هيتحسن؟ البيتيوتري تايب، لان البيتيوتري تايب عنده الانتي دايوريتك هرمون ديفيشن. عشان كده في اسمه ايه بقى التيست عندك؟ ديزموبريسين تيست. الديزموبريسين تيست ده تو ديفرنشيت هل هو بيتيتر ولا نيفروجين. يبقى انت الاول عرفت ازاي دايابيتس انسيبيدس، هتقول يا دكتور بوليوريا بوليديبسي بلاد شوجر نورمال، ورحت شايف البول خفيف والسيرم تقيل، بس كده. السيرم صوديوم عالي، السيرم اوزمولاريتي عاليه، العكس في البول، لان البول نازل زي الميه، ميه نازله. ما هو البول بقى مش كونسنتريتد، فنازل ميه ميه. طب عايز اعرف هو بيتيتري ولا نيفروجينيك؟ ديزموبريسين تيست. ديزموبريسين ده الاسم اللي هو بتاع الاي دي اتش، الاي دي اتش احنا بنسميه ديزموبريسين. حتى في السوق اسمه ديزموبريسين، وموجود منه تابلتس، وموجود منه نيزل سبراي وحاجات زي كده. هستجيب. موضوع بقى البلازما اوزمولاريتي زي ما قلنا ايه؟ عاليه في الدايابيتس انسيبيدس. بص بقى النيكوتين تيست والهايبرتونيك سلاين تيست دول عايز تطنشهم طنشهم. هنا على ابوك مش عايزين وجع. يبقى انا دلوقتي عشان اسهل عليك انا شخصت بالطريقه دي، اروح جاي مدي العلاج. العلاج هدي ايه؟ ديزموبريس. الدوز مهمه، انا رايي حرام. اكتب كده جنب الدوز حرام. الدوز اكتب عليها مكروهه. قولوا حرام يا فندم. حرام عليك. كده خليك كده جايب كده. حرام يا فندم سيادة بتسالني هذا السؤال. ليه يعني؟ وانا ايه؟ في بقى عندك دوايين سايازايد والكارفامازيبين. بص يا دكتور السايازايد ايه؟
دايوريتك وبيعالج الدايبيتس انسيبيدس غريبه. والكاربامازيبين ده انتي ايبيليبتك وبيعالج الدايبيتس انسيبيدس. بس انهي دايبيتس انسيبيدس؟ نيفروجين. بيقولوا ان السيازايد والكاربامازيبين دول بيسنسيتايز الاي دي اتش، بيسنسيتايز التيبيول الاي دي اتش. يعني اللي عنده نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس ده ايه؟ لما بديله انا السيازايد بيخلي الكيدني تيوبيول سنسيتيف للانتي دايريتك هرمون، فانت تندهش من الحكايه دي. السيازايد والكاربامازيبين كلوروبروباميد مش مهمه. اخر حاجه جاست انيوميريت كوزز اوف بوليوريا. هتلاقي رينال، دي بقى حاجات هناخدها في النيفرولوجي عشان ما نقعدش نزعلكم. اندوكراينال بقى دايبيتس ميليتس دايبيتس انسيبيدس الكوشن. بص مكتوب كوشن جوكونز، مكتوب ايه؟ بوتاسيوم دايوريسيس. عارف معناه ايه؟ ان الهايبوكالينيا بتعمل زي نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. خلي بالك ان الهايبوكالينيا دايما بتعمل نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. في بقى عندنا الهايبر بارا كالسيوم دايابيتس. يعني انت بس عشان ايه اللي لان ده سؤال ريتن، بوليوريك سندروم او كوزز اوف بوليوريا او اندوكراينال ديزيزز بتعمل بوليوريا، دايابيتس بيليتس ودايابيتس انسيبيدس والكونز والكوشنج والهايبر كالسيميا. ده سؤال مهم قوي. وفي بقى حاجات فانكشنال الاكسرسايز وال سوري ايه اللي هو الاكسسيف ووتر انتيك، القهوه. في ناس يا اولاد حساس قوي للقهوه والنسكافيه، اول ما يشرب على طول يروح جاري. ليه الحاجات دي؟ ليه القهوه فيها ايه؟ هي والنسكافيه والبيبسي كافيين، والكافيين ده ايه؟ زانسين. الزانسين دي بتزود الرينال بلاد فلو. زانسين، فاكرين الزانسين؟ الزانسينز دي اللي هو الامينوفيلين والكافيين والحاجات دي بتزود رينال بلاد فلو فتعمل لي نوع من الدايوريسيس. هقول لك بقى على حاجه والله حصلت، والله حصلت. بص يا دكتور، جيت انا في مره ولذلك انا كتبتها تحت، لما شفتها استغربت. جيت قلت يعني في واحد عنده دايبيتس ميليتس، واحد عنده دايبيتس انسيبيدس، ده شخص وده شخص، طب هل الاثنين دايبيتس دول ما يجوش في شخص واحد؟ ما يجوش ليه يعني؟ ففوجئت والله يا دكتور ان في سندروم اسمه ديد مود سندروم. ديد مود سندروم، الديد مود سندروم حروف دي اي دايبيتس انسيبيدس ثم دايبيتس ميليتس اللي هو دي ام ثم او اوبتيك اتروفي ثم دي ديفنس. يبقى ايه رايك؟ متى يجتمع نوعي الديابيتس؟ ديابيتس ميليتس وديابيتس انسيبيدس. قول له ديد مود سندروم، احفظ بقى ديابيتس انسيبيدس ديابيتس ميليتس او اوبتيك اتروفي وفي الاخر اللي هو دي ديفنس. ماشي يا شباب، احنا لقاءنا ان شاء الله الاربع ايه؟ حد يبدا؟ حد؟